السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اذكروا الله كثيرا يا أخواتي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة إن شاء الله هنقول لحضراتكم جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي جميع المحافظات، عشان اما نزلت محافظه اسكندريه طبعا اخواتي كتير من كل ربنا يبارك فيهم كلهم من كل المحافظات بيسالوني عن المواعيد المختلفه. فان شاء الله هنبتدي كده كل المراحل من تانية ابتدائي لحد تانية ثانوي باذن الله لكل المحافظات. بالنسبه اللي بيسال على امتحانات الصف الاول الابتدائي، حبايبي امتحانات الصف الاول الابتدائي دي بتكون امتحانات في المدارس الحكوميه والتجريبيه، سواء تجريبي عربي او تجريبي لغات، بتكون امتحانات شفهيه، والمدرسه هي اللي بتحط ميعاد الامتحان مش الوزاره اللي بتحطها. وبالنسبه للمدرسه الخاصه بتكون امتحانات تحريريه، وبرده المدرسه اللي بتحط الميعاد. وعامه الصف الاول الابتدائي لازم بيمتحن قبل الصف الثاني والثالث الابتدائي، يعني لازم اولى ابتدائي تمتحن قبل ثانيه ابتدائي. فكل مدرسه بتحط جدولها على حسب ظروفها الخاصه بيها، لكن هو في كل الاحوال بيكون قبل الصف الثاني الابتدائي. تعالوا كده نستعرض مع بعض اول محافظه معايا. طبعا انا جايبه يعني الصفحه دي من موقع ملزمتي. هنا ده عندنا جدول امتحان محافظه القليوبيه. حبايبنا اللي في صف سنه تانية ابتدائي هيمتحن يوم 30/4، يوم الاربع هيمتحنوا اللغه العربيه واللغه الاجنبيه اللي هي الانجليزي، يعني يوم 30/4. وهيمتحنوا يوم 2/5 ان شاء الله هيمتحنوا الرياضه والتربيه الدينيه. بالنسبه لحبايبنا اللي في الصف الثاني الابتدائي في محافظه القاهره، هيمتحنوا الصف الثاني الابتدائي والثالث الابتدائي، هيمتحنوا يوم 23/4 و24/4. يا بختكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، هتخلصوا بدري، يا بختكم. ان شاء الله اخواننا جدول امتحان الصف الثاني ابتدائي محافظة الجيزة، عشان يا جماعة في برضو ناس بتسألني على محافظات، في مش كل المحافظات تم اعتماد الجدول بتاعها، يعني محافظة الجيزة لسه الجدول بتاعها ما اعتمدش، محافظة البحيرة برضو الجدول بتاعها لم يعتمد بعد. محافظة الشرقية هيمتحنوا يوم 2/5 العربي والدين، وهيمتحن يوم 3/5 اللي هو هيبقى 4 وخميس الرياضة والانجليزي. بالنسبة لامتحان المنوفية، المنوفية هتمتحن يوم 2/5 برضو العربي والدين، ويوم 3/5 هيمتحنوا الرياضة والانجليزي. بالنسبة للاسكندرية، احنا قلنا جدول اسكندرية يوم 28/4 و29/4 هيمتحنوا العربي والدين يوم 28، والحد هيمتحنوا ان شاء الله الرياضة والانجليزي بالنجاح والتفوق ان شاء الله. السويس لسه لم يعتمد الجدول بتاعها. كفر الشيخ بقى امتحاناتهم ان شاء الله يوم 2/5 هيمتحنوا العربي والدين، لا هيمتحنوا العربي والانجليزي. يا جماعه نركز، هيمتحنوا العربي والانجليزي، وهيمتحنوا يوم الخميس هيمتحنوا الرياضه والدين ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لامتحان الامتحان محافظه الاقصر، محافظه الاقصر هتمتحن العربي والدين يوم 23/4، وهيمتحنوا 24/4 هيمتحنوا الرياضه والانجليزي باذن الله بالنجاح والتفوق. الاسماعيليه هيمتحنوا يوم 23/4، هيمتحنوا يوم 23 و24/4، والورقه الموجوده في الموقع مش مبينه المواد بالظبط ايه اللي هيمتحنوها. اما الفيوم هتمتحن ان شاء الله يوم 2/5 هتمتحن اللغه العربيه والتربيه الدينيه، وهيمتحنوا 3/5 اللغه الرياضه واللغه الاجنبيه. الدقهليه لم يعتمد الجدول بعد، الوادي الجديد برضو لم يعتمد الجدول بعد. الغربيه ان شاء الله كده نستنى اسبوع كده ولا حاجه ونرجع نعمل الفيديو مره تانية، يكون بقيه الجداول تم اعتمادها باذن الله. الجدول بتاع محافظة الغربية التربية الدينية واللغة العربية بإذن الله هيبقى يوم 28/4 و29/4 هيبقى الرياضة والإنجليزي، ده زي اسكندرية زينا هنا. بالنسبة للغربية تاني، احنا قلنا الغربية ده هو حاطط تانية وتالتة، احنا هنعمل بقى حلقة التالتة لوحديها عشان ما يحصلش تداخل. بالنسبة للتالتة السنة تانية ابتدائي برضو هيمتحنوا يوم 21/4
ايوه احنا امتحان يوم 21/4 ويوم من 21/4 ل 23/4، هنا الجدول مش متفصل، هيمتحنوا اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، هيمتحنوا 21/4 هيخلصوا 23/4 ان شاء الله. ده بالنسبه لمحافظه الوادي، ده محافظه اسوان، ده محافظه اسوان. بالنسبه لمحافظه دمياط هيمتحنوا يوم 28 ويوم 29، هيمتحنوا العربي يوم 28 هيمتحنوا العربي والدين، ويوم 29 هيمتحنوا الرياضة واللغة الأجنبية. محافظة أسوان يا جماعة لسه الجدول مش متفصل، هو كل بس المكتوب هنا المواعيد فقط، إن هم هيمتحنوا يوم 21 هيخلصوا يوم 23/4 بإذن الله. عندكم البحر، محافظة البحر الأحمر لسه الجدول مش معتمد، والمنيا برضو مش معتمد. سوهاج اختنا اللي بتسأل على مواعيد سوهاج، لسه جدول سوهاج لسه معته لم يعتمد بعد. محافظة قنا هيمتحن يوم 28/29/4، في محافظات كتير هتمتحن يوم 28/29/4، هيمتحنوا العربي والدين في قنا يوم 28/4 ان شاء الله، ويوم 29/4 هيمتحنوا رياضة والانجليزي. مطروح لسه الجدول لم يعتمد، بني سويف لم يعتمد، بورسعيد لم يعتمد، جنوب سيناء لم يعتمد، شمال سيناء لم يعتمد، أسيوط لم يعتمد. ودي كل المحافظات إن شاء الله اللي هي بإذن الله كده فيها امتحان الصف الايه التاني الابتدائي على مستوى المحافظات. أقول لكم دلوقتي برضو امتحانات الصف الثالث الابتدائي. امتحان الصف الثالث الابتدائي ان شاء الله في المحافظات برضو بإذن الله في جميع المحافظات. عندنا محافظة القليوبية امتحانها هيمتحن يوم 30/4 و2/5، امتحنوا الرياضة واللغة الإنجليزية يوم 30/4 الرياضة والإنجليزي، وهيمتحنوا يوم 2/5 العربي والدين. ده بالنسبة للصف الثالث الابتدائي. بالنسبة لامتحان الصف الثالث الابتدائي لمحافظة القاهرة يوم 23/4 ويوم 24/4 هيمتحنوا بإذن الله امتحان الصف الثاني الثالث الابتدائي 23/4 و24/4، والجدول مش متفصل في المواعيد بالظبط. الجيزة لسه لم يتم اعتماد الجدول. بالنسبة للصف الثالث الابتدائي في محافظة الشرقية هيمتحن يوم 2/5 العربي والدين، ويوم 3/5 هيمتحنوا الرياضة والإنجليزي. بالنسبة لجدول المنوفية هيمتحن يوم 2/5 الرياضة والإنجليزي، يوم 3/5 العربي والدين إن شاء الله. ده بالنسبة للصف الثالث الابتدائي. بالنسبة لامتحان المنوفية امتحانها إن شاء الله الصف الثالث الابتدائي هيمتحنوا الرياضة والإنجليزي يوم 2/5، والتربية الدينية واللغة العربية يوم 3/5. مش عارفة هو مفصل جدول المنوفية الجدولين في المدارس التعليم المجتمعي والفصل الواحد، برضو هيمتحنوا يوم 2/5 برضو الرياضة والإنجليزي، يوم 3/5 هيمتحنوا اللغة العربية والدين. بالنسبة للجدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في محافظة دمياط هيمتحنوا يوم 28/4 ويوم 29/4، 28/4 هيمتحنوا الرياضة والعربي، وبالنسبة ل29/4 هيمتحنوا الإنجليزي والدين. بالنسبة لمحافظة الدقهلية لم يعتمد الجدول بعد. كفر الشيخ لم ي... عندنا معانا الجدول أهو، يوم 2/5 هيمتحنوا إن شاء الله هيمتحنوا اللغة العربية والإنجليزي، ويوم 3/5 الرياضة والدين. الغربية هيمتحنوا بإذن الله يوم 28/4 العربي والدين، ويوم 29/4 هيمتحنوا الرياضة والإنجليزي. ده بالنسبة للغربية. بالنسبة للوادي الجديد لم يعتمد الجدول بعد. الأقصر هيمتحنوا إن شاء الله يوم 8 هيمتحنوا يوم 23/4 هيمتحنوا العربي والدين، ويوم 24/4 هيمتحنوا الرياضة والإنجليزي. أما جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي في محافظة أسيوط لم يعتمد بعد. وإن شاء الله زي ما قلت لكم نبقى بعد أسبوع كده ولا حاجة، نبقى نعمل الفيديو مرة تانية ونشوف المحافظات اللي لم تعتمد إن شاء الله تكون نزلت الجداول بتاعتها. جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي سنة 2018 في البحيرة لم يعتمد، اسكندرية 28/4 و29/4، 28/4 عربي ودين، و29/4 رياضة وإنجليزي. امتحان الثالثة ابتدائي في الإسماعيلية يوم 23/4 و24/4، مش موجود، مش مكتوب التفاصيل.
بالنسبة لامتحان الصف الثالث الابتدائي في محافظة أسوان، هيمتحنوا يوم 21، من 21 ل 23 أربعة، مش مكتوب، مش متفصل أكتر من كده. يوم 21 أربعة، يوم 23، ليه تلاتة؟ واضح إن هم هيمتحنوا يوم 21 أربعة وبعدين ياخدوا أجازة ويمتحنوا 23 أربعة تاني. ده بالنسبة لأسوان. بالنسبة لجدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي، عندنا امتحان عندنا محافظة البحر الأحمر لسه لم يعتمد الجدول بعد، ومحافظة، وبالنسبة للفيوم لم يعتمد الجدول، الفيوم موجود الجدول أهو. 2/5 إن شاء الله هيمتحنوا العربي والدين، و3/5 هيمتحنوا الرياضة والإنجليزي. المنيا لم يعتمد الجدول، وسوهاج لم يعتمد الجدول، وإنا لم في موجود الجدول أهو. إنا 28/4 و29/4، 28/4 عربي ودين، 29/4 رياضة وإنجليزي. مطروح لم يعتمد الجدول بعد، وبني سويف وبورسعيد والسويس لم يعتمد الجدول بعد. في كل دول شمال سيناء وجنوب سيناء لم يعتمد الجدول بعد. ان شاء الله نقول لحباء اللي تابعونا على القناة، هنقول بإذن الله جداول جميع المراحل بإذن الله من الصف دلوقتي احنا عملنا تانية وتالتة، ان شاء الله هنكمل لحد تانية سنة بإذن الله، وبالنجاح والتفوق ان شاء الله يا رب العالمين. ويا ريت تشيروا الحلقة يا جماعة عشان يستفيد منها الجميع. برضو مواعيد الامتحانات بتخلينا مرتبين ودماغنا مرتبة، ونبتدي ان احنا كده ننظم حالنا مع اولادنا، وبالتفوق والنجاح للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.